ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. النهارده ترأس وزير الخارجيه سيد سامح شكري الوفد المصري المتوجه الى العاصمه التنزانيه دار السلام. ليه؟ لنفس ذات الكلام اللي كنت بقول لك عليه من شويه. تقولي بس احنا ما عندناش اي توترات الحمد لله مع تنزانيا. ما ده اللي انا عايز اقوله لك. مصر دائما كانت صاحبه اليد الخضراء، يعني اليد التي تمد يدها بالمساعدة وبالسلام وبالتشجيع وبالتعاون. مصر ما بتحبش الحرب، مصر تاريخيا ما بتحبش الحرب، اضطرتها وشدتها للحرب زي بالظبط كده أيام رمسيس الثاني. ما بتحبش الحرب، لكن كانت لازم تقضي على الحيثيين. خلاص حاولنا مرارا وتكرارا، ما فيش حل غير ان احنا نخلص عليهم تماما، تبدهم عن بكرة أبيهم. هتعمل إيه؟ مصر طول الوقت مش بس مع دول الجوار، مش بس مع الإخوات في القارة، مش بس مع الإخوات في الإقليم العربي، هي مصر طول الوقت صديقة للكل، بل بالعكس هي تبحث عن صداقات الكل، تبحث عن علاقات جيدة مع الكل. تعال أنا ممكن أضرب لك مثل بعلاقات مصر في أمريكا اللاتينية، علاقات مصر في وسط آسيا. ايه العلاقه اللي ممكن تقوم ما بين مصر وما بين الهند تدفع انها تبقى علاقه وحشه اطلاقا؟ العلاقه جيده جدا، علاقه صداقه وتعاون وشراكه. الصين، روسيا، البرازيل، يعني نفس المساله. عندما تجد مصر ان هناك اوجه من التعاون ومد وتثبيت اواصر الصداقه والاخاء مع الدول، مصر مش هقولك ما بيبقاش عندها مانع، لا بتجري على ده. فتجد ان وزير خارجيتنا موجود في دار السلام عشان احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري. السد اللي اتعمل في تنزانيا واللي بينفذه التحالف المصري على نهر روفيجي في دولة تنزانيا. السد اللي اتعمل بتكلفة 3 مليار دولار. يجسد ايه؟ يجسد أولا المحبة المصرية لمساعدة الأشقاء ودول الجوار ودول إفريقيا بشكل خاص، كمان الإصرار المصري على خلق تعاونات وشراكات دائمة وممتدة، الإيمان المصري الراسخ تاني هنا بقى في الذهنية المصرية، ده واحد، في الإرادة السياسية المصرية، في العقل الجمعي المصري على انه لو هنقدر نساعد هنساعد. بعد ده اقول لك القدرات والامكانات بتاعت الشركات المصريه، بس اللي فات هو الاهم والاقوى والابقى. امكانات الشركات المصريه الحقيقه ما كانتش محتاجه برهان، لكن كان مهم قوي انه احنا في مصر واخواتنا كلهم، حلوه كلهم دي في افريقيا، يعرفوا احنا مش ضد حد ولا ضد التنمية لحد ولا ضد مساعدة حد ولا ضد نمو اقتصاد حد، بل بالعكس احنا مستعدين دايما للمساعدة، وشركتنا جاهزة، عندها الخبرة وعندها الإرادة والقدرة. خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. بخصوص هذا السد جوليوس نيريري والعلاقة ما بين مصر وتنزانيا، ويمكن المذيع قال انه ان كان في هذا الامر اشارة فهو اشارة تثبت للكل ان مصر مع نمو وتنمية كل دول افريقيا دون استثناء واحد. لا شك ان دور مصر في القارة الافريقية هو دور محوري ودور يتميز بالتعاون في كافة المجالات، وده نلاحظه ان في خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي في عام 2019 كان هناك دور متنامي ومتعاظم بين مصر وبين الدول وشعوب القارة في كافة المجالات، سواء كان المجال الامني او المجال السياسي او المجال الاقتصادي او المجال الاجتماعي شقي الصحة والتعليم. هذا السد بيجسد التعاون الإيجابي والبناء بين مصر وإحدى الدول الأفريقية بالنسبة لنهر ذات طبيعة دولية
وهو نهر بالتالي السيادة عليه سيادة مشتركة مثل مياه نهر النيل، مثل نهر النيل، وبالتالي المشاركة هنا شراكة للمصلحة المشتركة، وبالتالي يعني بيتم في إطار المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة أن يكون هناك يعني نوع من العلاقة اللي بتحكم استثمار الموارد المائية بشكل منصف وعادل، وفي نفس الوقت دون أن يحدث ضرر لأي طرف من الأطراف. الدور المصري في هذا الصدد بالنسبة لسد جوليس نيريري بيجسد هذا التعاون، بيجسد كيفية تطبيق القانون الدولي والعلاقات فيما يتعلق باستثمار الموارد المائية طبقا لهذا الأمر، لأن المواثيق والاتفاقات والقانون الدولي هو اللي بيحكم العلاقات بين الدول، وبالتالي بيجسد أيضا أن هناك شراكة في عملية التنمية بما يحقق مصالح كافة الأطراف وليس طرف دون الآخرين. وده واضح أن الدور المصري في هذا الاتجاه دور واضح ومعروف وبتلتزم به مصر منذ فترات طويلة وحتى هذه اللحظة ومستقبلا، لأن دي مبادئ أساسية بتمشي فيها بتلتزم بها مصر في تعاملها مع الدول الجوار ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة، بل وأيضا في إطار علاقتها الدولية في محيطها الإقليمي سواء كان الأفريقي أو العربي أو في الإطار المتوسطي. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، ده كلام فعلا مهم جدا. انظر إلى الدور المصري في إفريقيا تاريخيا، وانظر إلى، وده برضو مهم، إزاي مصر بتنظر إلى إفريقيا. مصر تنظر إلى إفريقيا باعتبارها في احتياج دائم لإفريقيا، مش بس إفريقيا محتاجانا، مصر لا تتعالى على أحد خالص ولا ترى انه في اي سبب للتعالي. احنا كلنا شعوب واحده بتجمعنا او بيجمعنا شكل من اشكال التاريخ اللي شبه متصل او شبه في اتساق مع بعضه البعض. وبالمناسبه اللي انا عايز اقوله لك برضو علشان ما حدش يقعد يبوظ لك دماغك، الشعوب الافريقيه دي فيها حضارات كبيره جدا في ازمنه سابقه، وكان فيها ممالك وسلطنات كبيره وعظيمه وعريقه. سيبك من اللي حصل في 30 سنة من تشويه إفريقيا والتسفيه من إفريقيا، لأن دول 30 سنة عجاف. عارف أنت في بيان ثورة 52، فتولى أمرهم إما جاهل أو إفريقيا مهمة للعالم، فما بالك حجم أهميتها كمان لمصر. وبالمناسبة هنا هو مصر مهمة للعالم، فما بالك حجم أهمية مصر لبقية إخواتها في القارة الإفريقية. خليني أروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. إزيكم وعاملين إيه؟ كله تمام؟ زمان وأنا في المدرسة طفل كده صغير زي كل الجيل بتاعي، كانت المدارس بتنظم لنا رحلات دون رغبة منا، يعني مش منتظرين إحنا نروح نقول لهم عايزين كذا، ولا كان بالضرورة أولياء الأمور يقولوا إحنا عايزين كذا. وبالمناسبة ده كان في كل المدارس، يعني المدارس المملوكة للدولة، المدارس اللي هي كان اسمها المدارس بتاعت المعاهد القومية، المدارس الخاصة، كلام من ده يعني. طيب ايه الرحلات؟ دايما كنت تلاقي المدارس تاخد التلامذة الصغيرين دول زي حالاتي واحنا في ابتدائي كده، ياخدونا مثلا يجي يقول لك هنروح، سيبك غير جنينة الحيوانات، وجنينة الحيوانات دي برضو كانت رحلة مهمة جدا وحدوتة، يعني عشان بيعلمك فيها حاجات مهمة جدا في التعامل مع المخلوقات اللي حواليك والنباتات والحيوانات، وازاي تبقى رفيق بهذه الكائنات وازاي تتعامل معها. لكن في عندنا كانت رحلات كده مثلا يقول لك هنروح المتحف الحربي، هنروح القلعة، عندنا رحلة علشان نشوف سينا، هنروح الإسماعيلية، هنروح السويس. كانت لسه آثار
العدوان اثار الحرب مش بكاملها اتشالت، فكنا نشوف الدبابات بتاعه العدو وهي مدمره، نشوف مش عارف يقول لك الحته دي كان فيها دشمه، مش عارف قريه يميت بتاعه العدو اللي كانت في شمال سيناء في العريش، حاجات زي كده كنا نروح نشوف الكلام ده ونبقى واقفين بمنتهى الفخر والاعزاز. يا يعني احنا هنا كانوا اهالينا بيحاربوا وانتصروا ورجعوا الارض، فاحساس مذهل. وفي مرحله تانية كنا نروح مثلا يقول لك ايه المصانع الكبيره، مش عارف ده مصنع الاسمنت اللي فين، مصنع الحديد اللي فين، مصنع نصر للسيارات، حاجات زي كده. والله بكلمك بجد، ودي بتبقى رحلات مهمه. ليه؟ لانه مهم، وده بالمناسبه عشان بس تبقى فاهم، مفيش دولة في الدنيا ما بتنظمش الرحلات دي لأولادها. ليه؟ أي دولة في الدنيا تعمل كده ليه؟ تعمل كده لأنه لازم الولاد الصغيرين، ولاد وبنات يعني، التلامذة الصغيرين دول في ابتدائي وفي إعدادي، مرحلة النشأة بتاعتهم دي وتكوين الوجدان يبقى مبني على حس متنامي متعاظم بأهمية وبعظمة بلده تاريخا وإنجازا مستمرا. يعني مثلا لما كبرنا شوية لازم كنا نروح رحلة الأقصر وأسوان، مش بس عشان هنتفرج على المعابد العظيمة، لكن عشان نروح نشوف السد العالي، نشوف البحيرة بتاعت السد، نفهم السد ده اتبنى في قد ايه وتكلف كام واتبنى بأنهي طريقة وبيولد طاقة قد ايه والتوربينات العملاقة وكل الكلام ده انا فاكره لحد دلوقتي، واخد بالك؟ طيب. ودايما انا فاكر انا اتكلمت في القصه دي كان من حوالي شهرين يا شطه تقريبا، او شهر حاجه كده حاجه كده. ووقتها الحقيقه وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي الحقيقه تفضل مشكورا بصراحه باستجابه سريعه جدا في نفس الحلقه، وقال يا جماعه احنا هننظم رحلات لكل حته في الجمهوريه للقطاعات المختلفه من الطلبه والطالبات على المستويات الدراسيه ما قبل الجامعيه على اختلاف المدارس، زي ما هيزوروا تاريخ وحضاره مصر العظيمه، زي ما هيزوروا المشروعات الضخمه والعملاقه اللي بتتعمل في مصر، مشروعات زي حياه كريمه، ومشروعات زي مصانع كبيره، مشروعات زي مزارع ضخمه بتتعمل في الدلتا جديدة وهكذا. فأنا اتبسطت، واتبسطت أكتر لما لقيت أنه الحالة دي كمان بتمتد، يعني تخرج من نطاق بس وزارة التربية والتعليم، ويبقى كمان السادة المحافظين عندهم هذا الاهتمام. وهنا ألاقي أنه على سبيل المثال في محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خد ولادنا ذوي الهمم في رحلة لمشروعات حياة كريمة عنده هناك في الغربية تحديدا في زفتة. ليه؟ هو عاوز يكرس يرسخ ثقافة العمل التطوعي عند الولاد والبنات، عاوز يكرس ويرسخ لروح ولاء وانتماء في رحلة ميدانية، يشوفوا بنفسهم ويعرفوا بلدهم بتشتغل ازاي، ويعرفوا ان هم كمان جزء من هذه التنمية، ويعرفوا ان هم كمان ممكن يبقوا شركاء في هذه التنمية. معنا على التليفون دكتور طارق رحمي محافظ الغربية. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ حضرتك عامل ايه؟ والله نحمد ربنا الحمد لله. انا عاتب عليك يا دكتور. الحمد لله. بعتب عليك بقى في حاجه صغيره. امرني. يا لا العفو، كنت قول لي كنت جيت مع حضرتك وفرحت مع الولاد. والله نكرر الرحله تاني. اهلا. ارجوك الحمد. ارجوك، ده انا اتشرف والله. احنا مشتاقين ان طبعا ولادنا يطلعوا دايما في هذه الرحلات زي ما حضرتك قلت. طبعا. عشان ننمي روح الولاء والانتماء عندهم، ويحسوا بالفخر والاعزاز والتقدير لجهود الدوله اللي بتتم في قرى مصر المختلفه، ومنها طبعا قرى مركز زفت عندنا في محافظه الغربيه. فكان ده الغرض ان احنا يعني نقوم بهذه الرحله، وان شاء الله نكرر هذه الرحله مع باقي يعني الفئات المختلفه. احنا دايما بنحرص مش بس ذوي الهمم، وانما طبعا ولادنا من الشباب والبنات في المراحل المختلفه، سواء كانت مراحل الاعداديه او الثانويه او حتى الجامعه، ودايما بننظم هذه الرحلات طبقا لتوجيهات طبعا فخامة الرئيس، انه دايما لازم شبابنا يعرفوا هي الدوله بتعمل ايه، بتبني ايه، ايه الانجازات بتاعتها، لان ده مهم جدا عشان يعرفوا المجهودات بتاعت الدوله في هذا الامر. وشافوا ايه الولاد والبنات النهارده يا دكتور؟
والله هم النهارده كانت الزياره لقريه من القرى النموذجيه عندنا في مركز زفتة، قريه نهطاي. ابتدينا بمدرسه اسمها مدرسه طلبة السايح، دي احد المدارس اللي تم تطويرها في مبادره حياه كريمه. هم كانوا عايزين يقدموا لينا يعني عروض فنيه، وبالفعل ابنائنا من الصم والبكمه قدموا عرض فني عباره عن مجموعه من الرقصات يعني وتابلو فني، وقاموا ايضا بورشه عمل خاصه بالرسم والتلوين وفقره رياضيه من ذوي الهمم المختلفين. وكمان طلبه المدرسه بقى الجميل ان طلبه المدرسه نفسهم اللي هم الاسواق العاديين قدموا لهم فقرات فنيه مختلفه من اغاني ومن تابلوهات فنيه، فكان في نوع من التلاحم ما بين ابنائنا ذوي الهمم وابنائنا الاسواق اللي موجودين في المدرسه. حاجه كان منظر بديع جدا وتناغم ما بين يعني الفئتين، هذه الفئه والفئه الاخرى. طبعا بعد ما خلصت بعد ما خلصنا المدرسه طلعنا بعد كده نشوف بقيه المشروعات الموجوده في يعني حياه كريمه في قريه نهطاي. رحنا تبطين الترع، ترعه العصف، وكورنيش نهطاي، وده يعني يمكن من المشروعات الفريده على مستوى الجمهوريه اللي يكون في كورنيش في احدى القرى، واتفرجوا عليه وشافوا الحديقه الجديده اللي معموله مركز الخدمات الحكوميه، وشرحنا لهم ايه هي يعني الادوار او الخدمات اللي بيقدمها هذا المركز، مركز الزراعي البيطري، وحده تنميه الاسره، كمان مركز الشباب، وحده طب الاسره المبنيه على نظام التامين الصحي الجديد، قسم الشرطه الجديد، وحده الحمايه المدنيه، كل دي مشروعات جديده. سوق نهطاي النموذجي، كمان موقف النموذجي، محطه المياه، وحدة معالجة نهطاي، يعني حوالي 13 مشروع إلى جانب أربع مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد وما بين تأهيل وتطوير وإعادة صيانة مرة تانية. الحقيقة الولاد بجد اتبسطوا جدا يعني، وحسوا فعلا بالفخر، وحسوا إن البلد فعلا فيها يعني تطور مستمر وتقدم، وهو ده كان الغرض من الزيارة. طب حلو جدا. أنا بقى لفت نظري صورة بالنسبة لي حلوة جدا رائعة جدا، صورة دكتور طارق رحمي قاعد وسط الولاد في الأتوبيس اللي رايحين بيه على الزيارة، وقاعد بتتكلم معاهم. يا دكتور كنت بتتكلم معاهم؟ أي الصورة اللي أنا مطلعها على الهوا دي بتتكلم معاهم في إيه يا دكتور؟ قاعد بتتكلم وبتشرح أنا بشرح لهم الحياة كريمة يعني إيه، وإيه الأهداف بتاعتها، وايه المشروعات اللي تمت في محافظه الغربيه وفي قريه نهطاي على وجه التحديد اللي احنا كنا بنزورها. وطبعا كان في مترجمين للغه الاشاره يعني ابنائنا الصم والبكم، وباقي ذوي يعني الهمم كانوا طبعا مستوعبين لانهم بيسمعوا بيفهموا الى حد كبير. في طبعا مشرفين كانوا موجودين بيساعدوا في توصيل المعلومه، وهم قدامهم المباني الجديده والمشروعات الجديده، يعني حاجه برؤى العين مش محتاجه حتى الشرح يعني، بس كنا بنوضح ليهم ايه الخدمات اللي بيقدمها كل مركز من المراكز وكل مشروع من المشروعات. فهو ده اللي كان الشرح اللي بيتم في الاوتوبيس. في بعض المشروعات قدرنا ننزلهم فيها يعني يشوفوها بنفسهم، وبعض المشروعات عشان ما نثقلش عليهم لان بعضهم طبعا ذوي اعاقه حركيه، فكنا بنشرح لهم من واحنا في الاوتوبيس بحيث انهم يتفرجوا من نافذه الاوتوبيس على بعض من هذه المشروعات. طب دكتور طارق طلع معاهم الاوتوبيس ليه؟ كان ممكن تركب العربيه بتاعه سيادتك في المحافظه تطلع قدامهم او وراهم او تسبقهم، يعني ليه طلعت قعدت معاهم؟ والله يا فندم يعني والله لا يخفى عليك انه يعني مدى حب الواحد ليهم بجد يعني، يعني يمكن سياده الرئيس اللي علمنا هذا الموضوع، بيبقى بيقول انا ببقى سعيد جدا وانا وسط ولادي دول، وفعلا والله يعني سعاده يعني غريبه جدا بتنتابك، وبتحس ان انت يعني عايز تقعد معاهم فتره طويله وعايز تتكلم معاهم، لانه فعلا ولاد ذوي همم، فعلا ذوي قدرات فائقه، فعلا يستطيعوا فعلا ان هم يعملوا حاجات كتيره، وعندهم مهارات لو حضرتك تتفرج عليهم هم بيرسموا وهم بيعملوا لوحات وهم بيعملوا اعمال فنيه. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعوض الفئه ديت بمهارات وحاجات، وتحس انهم على فطرتهم وقلبهم صافيه ونيتهم صافيه ورايقه، وما عندهمش اي يعني نوع من الحاجات اللي انت فاهمها يعني. صح 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 صح. انا اشكرك جدا يا دكتور، مش بس على المداخلة، انا اشكرك على اللي عملته مع الولاد النهاردة. الف 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 شكر ليك يا دكتور طارق، كل الشكر لدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لانه دكتور طارق في اخر كام جملة ده صح صح، ولادنا دول عندهم الاريحية المطلقة والفطرة الكاملة السليمة،
فكل حاجة بيعملوها بيعملوها بقلبهم بس، ما عندهمش أي شيء، ما فيش أي ملوثات خالص. ملائكة ربنا عايشين في وسطنا، ده فعلا والله العظيم فطرة سليمة، أريحية مطلقة، نقاء بنسبة 100%. ملائكة أي حاجة هيعملها يعملها من جواه، مش عنده أي تفكير في أي شكل من أشكال التلوث اللي للأسف الشديد الدنيا بتعمله وتقوم بأفاعلها في نفوس الناس تانيين. دول لأ، عشان كده فعلا بتطلع حاجتهم حلوة حلوة حلوة. يعني أنا عامل زي دكتور طارق، أحب أقعد معهم قوي قوي ونقعد نتكلم ونسمع، أحس كده الواحد بيستعيد براءته ونقاء الطفولة. خلوني أخدكم ونروح على وزارة الأوقاف. مصر مش هتسيب حد لوحده، يعني من الآخر كده بإذن ربنا سبحانه وتعالى أنا مش عايز حد في مصر يقلق، مش عشان أنا بقولك كده بس علشان الواقع هو اللي بيقول كده، علشان لازم نفضل طول الوقت واقفين مع بعض، سواء إذا كان تحالف زي تحالف العمل الأهلي، سواء إذا كانت الدولة بشكل مباشر عن طريق مثلا وطنية وعن طريق أمان وعن طريق بعض الأحزاب بيساعدوا، أو عن طريق وزارات، فهتلاقي مثلا بيساعدوا بيساعدوا الناس. أنا عايزنا بسأل عليه، بيساعدوا الناس، بنساعد الناس في أكلهم وفي شربهم وفي معايشهم، مش بس في محاولات خفض السعر قدر الإمكان، وده هنتكلم عليه وهنشوف وزارة الزراعة كانت بتقول إيه كمان. لكن اللي بتكلم عليه إنه غير المساهمة والإصرار على اتخاذ قرارات حقيقية حاسمة من شأنها أنها تهدي الأسعار، وأنا آسف أن أنا هستخدم الجملة وتعلم بعض التجار الأدب، فلازم كمان نشتغل على أن احنا نوفر ولو قدر ما من المساعدة لأهالينا. فتلاقي وزارة الأوقاف تقرر أنها توزع 1,000,000 شنطة سلع غذائية على أهالينا اللي أولى بالرعاية، وبالمناسبة ده بالموارد الذاتية بتاعت الوزارة. حلو، ان شاء الله يعني قبل رمضان مباشرة ويمكن خلال الايام الاولى من رمضان هتكون 1,000,000 شنطة متوزعين. قولوا يا رب يطلع 10,000,000 شنطة يتوزعوا، ويبقى ساعتها اهالينا الاولى بالرعاية مش 10,000,000 ولا حاجة، يا رب يبقوا واحد بس، ويا رب ما يبقاش فيه ولا واحد كمان، يبقى كله زي الفل ومش محتاج اي مساعدة. بس إلى أن يحين هذا الوقت ويتحقق هذا الأمر، فعلينا أن احنا كلنا نقوم بدورنا. وزارة الأوقاف بتعمل ده بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة التموين. الرئيس قال يا سادة يا كرام، اشتغلوا على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية. الأوقاف أعلنت كمان أنه مسجد الإمام الحسين هو المسجد المثالي لسنة 2020. شلاه يا حسين، عقبال مسجد السيدة زينب، ده مهم قوي بالنسبة لي. 2022 ما أنا قلت 20 إيه هزيمة، قلت 2021 للدرجة دي، أنا عندي ديلي يعني، ده أنا داخل على 23 مش ممكن. طيب لا 2022 أصل بص، إحنا كلنا هنا في مصر، احنا كده كلنا في مصر نحب قوي 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 آل البيت. البيتين، بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، وبيت سيدنا عيسى العائلة المقدسة. تجد انه كل المصريين يحبوا الأسرتين، يحبوا العيلتين، يحبوا البيتين. امال ايه واحنا عندنا اغلى منهم بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني استحالة نحبهم قوي. أنا عايزك تبقى تتفرج مثلا على مولد ستنا العذراء مريم، تشوف هناك مسلمين ومسيحيين، وما تعرفش طبعا تفرق ما بين حد والتاني، إلا بقى يعني مثلا إيه لو اسمه باين قوي، أدي كل القصة. لكن كله في مولد، في مولد ستنا العذراء، وكله في مولد سيدنا الحسين ومولد السيدة زينب. أنا أحب السيدة زينب جدا. طيب كمان الشيخ أحمد عصام الدين أحد أئمة مسجد السيدة زينب هو الإمام المثالي لسنة 2022. كمان أختنا الواعظة وفاء عبد السلام هي الواعظة المثالية لسنة 2022. طيب
خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا 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 يا دكتور هشام. أهلا ومرحبا وسهلا، وكل الترحيبات والتهاني لحضرتك والمشاهدين الكرام يا سيوس. منورنا يا دكتور. لا والله احنا بنستفيد من حضرتك. لا ما تقولش كده، العفو. بتوحي روح الامل والمحبه والمودة والتفاؤل، زي ما حضرتك قلت احنا كلنا بنحب مساجد سيادنا آل البيت في الموالد، وزي ما اخواننا المسيحيين بيروحوا العذراء، الامور الروحانيه اللي بتعلقنا بربنا سبحانه وتعالى وبتبعد عننا الوشوشه والفتن اللي الناس عامله، ان احنا ممكن ايام نيجي ومش هنلاقي ناكل، مش هنلاقي نشرب، ومش هنلاقي مش عارف ايه، نقول لهم لا ابدا، احنا طول عمرنا ماسكين في ربنا وطول عمرنا متحدين، وزي ما حضرتك قلت ما تخافوش على مصر. ابدا ابدا, أبداً. حقيقي أبداً. يعني هاخدها بقى واحده قول، عشان خاطر انت وكلنا محبين لستنا السيده زينب. طبعا انا هذكر نفسي واذكر حضرتك ان ستنا السيده زينب لما جت مصر في مقوله شهيره لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس لما حبت السيدة زينب تيجي فقالت ازاي اسيب المدينة؟ يعني ازاي اسيب المكان اللي انا اتربيت فيه ازاي؟ فاروح فين؟ فسيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن قال لها اذهبي إلى مصر. فقالت يعني ليست يعني ما فيش معرفة سابقة بيني وبين أهل مصر. قال لها اذهبي إلى مصر إن لم تجدي بيتا تسكنين فيه ستجدين قلوب أهلها وطنا تعيشين فيه. الله أكبر الله أكبر. ده واحد من ساداتنا الصحابة اللي بتقول كده على مصر. طبعا عشان خاطر ما يجي أي حد مش فاهم النهاردة لما أقول لك مصر مش لا، مصر دي ليها محبة عند ربنا كبيرة. وستنا السيدة زينت لما جات وشافت الإكرام الفطري الطبيعي من أهل مصر قالت المقولة الشهيرة والدعاء اللي احنا عايشين ببركته زي ما حضرتك قلت كده، وفي نفحات وفي خير، وهنفضل ان شاء الله بإذن الله رغم أنف الحاقدين، يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله. يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله. يا أهل مصر رزقتمونا رزقكم الله. جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. آمين آمين. وبالمناسبة هو أكيد ربنا استجاب. أكيد. أمال إحنا عايشين لحد دلوقتي يعني إزاي برغم كل الأزمات اللي بتعدي علينا وعلى الدنيا؟ والأزمات دي لو عدت على أي دولة هتجيب أجلها زي ما بيقول. ولا الهوى. ولا الهوى. ولا الهوى. الله اصرف لنا يا رب، اصرف لنا يا رب. يا رب. يا رب. طيب يا رب. أنا بقى مبسوط بحاجتين أو بكذا حاجة. مبسوط جدا بمسألة التبكير والتعجيل بمسألة المليون شنطة أو المليون صندوق. مليون شنطة. يا رب، يا رب يبقوا مليون صندوق أو 2-3 مليون يعني. فدي حاجة مهمة، بس أنا لفت نظري مسألة بالتعاون مع وزارة التموين، فعايز أعرف وجه التعاون هيبقى إيه، وبعدين نذهب إلى مسجد سيدنا الحسين والتطوير بتاعه وأخبار التطوير بتاع السيدة زينب إيه، بما إن إحنا جبنا السيرة الطاهرة، وطبعا الإخوة الأجلاء اللي فازوا بأفضل إمام وأفضل واعظة ل2022. نبدأ بالشنط الأول. نبدأ بالخير الوافر العميم، وده طبيعة الشعب المصري العظيم النبيل، ودي طبيعة وزارة الأوقاف منذ تولي معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المساهمة والمساعدة والتكافل وبث روح التكافل بين الشعب المصري، وممكن بعض أوقات بتبقى عند أشقائنا خارج مصر. طبعا مع بداية استقبال شهر رمضان كانت المبادرة الرائعة من معالي الوزير مليون شنطة لحبايبنا ولإخواتنا المصريين في كل ربوع مصر، مع الشراكة ومع التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن. حلو. يعني هو مش بس وزارة التموين فقط، لكن معانا وزارة التضامن علشان خاطر كل حاجة تذهب للأسر الأورى بالرعاية. طبعا وزارة التموين عشان خاطر السلع الغذائية اللي إن شاء الله سيتم شرائها بتبقى عن طريق الوزارة، والتوزيع هيكون القائمة
اللي موجودة في وزارة التضامن اللي هي الأسر الأولى بالرعاية، ودي التوأمة الموجودة بين مؤسسات الدولة الوطنية اللي سيادة الرئيس عملها بين التوأمة الجميلة في كل المؤسسات. النهاردة ما نلاقيش مؤسسة لوحدها تعمل، لكن كل المؤسسات الوطنية النهاردة كلها يد واحدة، معا نتعاون، معا للتكافل، معا يعني للمحبة والسلام، معا لمصر العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هروح على، أنا طبعا زي ناس كتير جدا شفنا إزاي اتطور مسجد سيدنا الحسين وإزاي الساحة قدامه اتطورت وحاجة بقت عظمة على عظمة. فقبل ما أروح لإخواتنا اللي فازوا بقى بأفضل إمام وأفضل وعظة، أخبار بقى التطوير بتاع بقية مساجد آل البيت ومن عندنا السيدة زينب؟ التطوير في مساجد سيادنا آل البيت على الخصوص على قدم وساق. يمكن كلنا شفنا ونفتخر إلى الآن وسنفتخر بمسجد مولانا الإمام الحسين. طبعاً. كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس واهتمامه الكبير بهذا الأمر. يمكن إحنا المسجد أصبح منارة بسم الله ما شاء الله جامعة فيها مجالس إفتاء، مجالس إقراء للحديث، مجالس للفقه، دروس منهجية، برنامج للأطفال، مقرأة للجمهور، مقرأة كبار القراء، فضيلة الشيخ محمد حشاد والشيخ نعينة والشيخ الطاروطي والشيخ أحمد تميم، مقرأة ورش. وإن شاء الله بإذن الله من يوم السبت القادم ستقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية، أو وأنا مشايخنا قالوا ده ستكون لأول مرة في العالم أن في حاجة مقرأة كبار القراء المجودة. يعني كلنا بنسمع القرآن مرتل، لكن عشان تبقى فيه مقراءة لكبار القراء مجودة، قالوا هذه تحدث لأول مرة في مصر، بل لأول مرة أن احنا نسمع في العالم أن هيكون فيه مقراءة مجودة لكبار القراء على مستوى العالم. هذا بخلاف مقراءة الأئمة، المقراءة النموذجية والدروس اليومية في المسجد. بصراحة المسجد قلعة بسم الله ما شاء الله عامرة بالحب وبالود، ويمكن حضرتك لو شفت الصور بيبقى يعني اقبال غير عادي غير مسبوق. الناس دي ما حدش جابها، الناس دي هي اللي بتيجي لوحديها، هي اللي عايزه تسمع العلم، هي المتعطشه، هي اللي بتيجي وتزور سيدنا الحسين، هي اللي واقفه تقول يا رب احفظ مصر وانصرها يا ربي وانزل عليها الامن والامان والسلم والسلام. هو المصريين مستنيين حد يجيبهم عشان يروحوا يقعدوا في مسجد سيدنا الحسين ولا في اي من المساجد؟ ده احنا البلد اللي بتجري على الصلاه كل اسبوع جري، وكل فجريه جري. صحيح لوحدنا كده يعني هتبقى ممتلئه والله، شيء هي بسم الله ما شاء الله يعني. طيب مسجد السيده زينب بقى، مسجد ستنا سيده زينب يعني العمل فيه على قدم وساق من ناحيه المقام. المقام بيشهد تطوير غير مسبوق، المقام نفسه بنطمن حضرتك ان شاء الله وكل المحبين وكل المصريين هيشوفوا حاجه رائعه باذن الله على غرار مسجد مولانا الامام الحسين. والمسجد نفسه من ناحيه التطوير الدهانات والامور، طبعا الهيئه الهندسيه تقوم بعمل بسم الله ما شاء الله مشكوره في هذا المجال، وكذلك ستنا السيده نفيسه وستنا السيده عائشه. ويمكن انتهينا وافتتحنا مسجد السيده سكينه رضي الله عنها وارضاها، اهل مصر بيحتفلوا الليله الختاميه بكره، والسعاده الغامره ان اهل مصر شافوا المسجد بعد افتتاحه اصبح حاجه بسم الله ما شاء الله مفخره لكل المصريين. الله اكبر. هروح لمساله التكريمات، ودي حاجه حلوه قوي أظنها، وصححني، تبعث روح التنافس الحميد ما بين الأئمة والوعاظ والواعظات، صح؟ صح صح. حضرتك التشجيع المستمر للأئمة والواعظات، وكمان الموظف الإداري اللي أصبح ليه دور، يعني مش أمر مش الأئمة بس أو الواعظات اللي بينزلوا المساجد، لا ده الرجل الإداري اللي في المكتب بتاعه قاعد بيجهز الأوراق وبيجهز المرتبات أصبح النهاردة مذكور، وأصبح النهاردة مشكور، وأصبحت النهاردة يمكن الدكتورة ألفة السيد أحمد عبد البصير هي أو الموظف الإداري اللي مسؤول عن مراجعة الصرف للشؤون المالية والإدارية، هي الإدارية المثالية على مستوى الجمهورية. ويمكن الدكتور أحمد، عشان خاطر أنت قريب من ستنا السيدة زينب، دكتور أحمد عصام إمام مسجد ستنا السيدة زينب، طبعا هو يعني أحد الشباب
الذين اتى بهم معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وكل الائمه بسم الله ما شاء الله شباب، لكن تم تاهيله على اعلى مستوى من الدورات التاهيليه والتدريبيه والاعلاميه. خطب في اكثر من مره في التلفزيون المصري خطبه الدوله المصريه، الدروس المنهجيه، المحاضرات والندوات، التلفزيون والقوافل التوعويه مع بالتنسيق مع وزاره الشباب، بالتنسيق مع المجلس القومي للمراه، في امور كثيره جدا. وعايزين نقول لحضرتك برضو في كل مكان في ائمه فضلاء اكفاء. لكن الله دكتور هشام رحت مننا فين؟ ما تسيبناش دلوقتي يا دكتور. حضرتك ايوه معاك اهو، كمل يا فندم انا سامعك. فتم تاهيله وهو الامام المثالي على مستوى الجمهوريه، وكذلك الدكتوره وفاء عبد السلام الواعظه المثاليه على مستوى الجمهوريه، يقمن بدور كبير على مستوى الجمهوريه، قوافل تجوب ربوع مصر من صعيد مصر. يمكن الاسبوع الماضي كانوا في الاقصر وفي سوهاج وفي المنيا والدقهلية والغربية، الواعظات يقومن بمجهود رائع في التوعية داخل جمهورية مصر العربية. حلو جدا جدا جدا، ربنا يا رب يوفقكم. شدوا حيلكم كمان وكمان، وأولا طبعا تهانينا القلبية لكل من تم تكريمه، وعقبال السنة الجاية إن شاء الله نلاقي عدد أكبر وتنافس أقوى بإذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. كده أكيد طالعين فاصل. قبل الفاصل هنشوف تقرير على أو عن فعاليات احتفال محافظة الفيوم بإيه بقى؟ خد بالك، تعامد الشمس على قدس الأقداس اللي في معبد قصر قارون. طيب دي بتحصل كل قد إيه بقى؟ مرة كل 1000 سنة وفي نفس الميعاد. سؤال بس، آسف، كل 1000 عام إيه؟ كل سنة إيه؟ كل 1000 عام كل سنة وفي نفس الميعاد. السؤال بقى، احنا كنا زمان واحنا صغيرين جدا كانوا يقولوا لنا انه ده بيحصل بس تحت عندنا هو في المعبد بتاع رمسيس. طلع انه لا، طلع ان ده موجود كمان في الفيوم بالمناسبه، وانا اعتقد، انا ما عنديش يقين، اعتقد انك هتلاقيه في اكتر من مكان وفي اكتر من موضع وفي اكتر من معبد الى اخره. انا بقى اللي بقعد افكر فيه، هو الجماعه المصريين القدماء دول عرفوا الكلام ده ازاي وحسبوه ازاي، ويعمل الحسبة وبعدين يعمل الرسمة وبعدين يقيم البنيان؟ ايه منتهى العبقرية دي؟ دي الاجابة اللي انا بجاوب بيها الحقيقة على اي حد بما فيهم صاحبي وصديقي وزميلي العزيز مصطفى شفيق لما يجي يقول لي هو ازاي جالنا محاولات احتلال، خد بالك احتلال دي كتير جدا في مصر، وبالرغم انه اي احتلال كان بيروح لاي دوله كانوا بيتكلموا لغه الدوله المحتله. اشمعنا احنا؟ هل كده المشكله فينا؟ قلت له بالطبع لا، هو العكس صحيح. اي تبقى المشكله فيهم؟ قلت له سيبك من المشكله فيهم، ان هو دي دول غازيه قاتله، سيبك من ده. هو احنا اقوى بكتير بسبب هذا الارث الحضاري. انت عايز تقول لي انه بلد حضارتها تزيد عن 8000 سنه سهل انه يتم اعادة غسل عقولها وبث لغة جديدة او ثقافة جديدة او حضارة مستحدثة عليها؟ طبعا لا، بلد بتعلم العالم وهتفضل تعلم العالم. خلونا نشوف التقرير بس الاول وهنرجع نكمل الكلام. احتفل من كل عام بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون يوم 21 ديسمبر اللي هو يوم الانقلاب الشتوي من كل عام. الظاهرة دي رصدها العلماء دكتور مجدي فكري بكلية السياحة وأخبرنا بها، ومن وقت رصد هذه الظاهرة وإحنا بنحتفل بها من كل عام. قدس الأقداس ده مكون من 3 مقاصير
المقصرة الوسطى كان يتوسطها مع مركب مقدس به تمثال المعبود سوبك، والمقصورة الجنوبية بها موميا المعبود، وكانت شعاع الشمس بيسقط على قدس الأقداس في كل يوم 21 ديسمبر في انقلاب الشتوي من كل عام. هذه الظاهرة بترصد كل يوم في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر، وفي نفس هذا التوقيت أيضا هذه الظاهرة بترصد أيضا في معبد الكرنك في الأقصر. هذه الظاهرة احنا للأسف يعني للأسف ما عندناش أي نصوص بتقول إن في ظاهرة، لأن المعبد خالي تماما من أي نقوش، ولكن بعض الدارسين رصدوا هذه الظاهرة وتشكلت لجنة من وزارة الآثار وفعلا رصدت هذه الظاهرة، فأصبح من أوائل الألفية الثالثة بقى في احتفال سنوي كل سنة يوم 21 ديسمبر، وكان المصر القديم كان بيقصد بيها بداية فصل الشتاء اللي هو فصل الإنبات بالنسبة للمصري القديم، فكان مهم بالنسبة له. بداية الحدث ده كان في 2011 واحنا بنحتفل بتعامد الشمس، هو ساعتك ما توقفش ولا حاجه، وبس في السنتين اللي فاتوا بتاع الكورونا كان طبعا حضرتك عارف ان كان في ظروف، انما احنا كده سياده المحافظ بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري سيد محافظ الفيوم ان هو كده كده حضرتك لازم تترصد. طبعا النهارده يوم تاريخي، عند ظاهره طبيعيه جميله، ظاهره فرعونيه، نفس اليوم حصل ان نفس اليوم دي ده برضو تعامد الشمس على قصر قارون وتعامد برضو الشمس على معبد ابو سمبل يوم 21 ديسمبر. طبعا احساس جميل ان اول مره اجي هنا، فالجو طبعا تحفه والتنظيم رائع والامن وقوات الامن في الفيوم عاملين شغل جامد جدا. هي بالنسبه لان هي اصلا موجوده في الفيوم فدي حاجه كبيره جدا لتاريخنا نفسه، فكون ان يبقى في حاجه موجوده زي دي من الاف السنين ده يدل على ان احنا كان عندنا قدره على البناء الهندسي بشكل كبير جدا. عادي مش هتسيبنا بجد والله، انا عايز بصعب. هو في واحد قاعد فاضي غالبا في الدنيا؟ هو مش فاضي قوي لانه طبعا دي مهمته اللي بيتكسب منها وبياخد منها فلوس، وبقعد جنبيه كده شويه عيال يعني برضه من التفه اللي زي حالاته متامرين، يعني عندهم من الحقاره والوضاعه مخزون يكفي العالم كله، طمعوا فيه لنفسهم. بس حقيقي مستوى انا بس عايز ابلغ الاخ اللي بيطلع الشعاعات، مستواك نزل قوي قوي، يعني مستوى بقى اي كلام بقى. يعني كان زمان الشعاع ايه، بتقعدوا كده تفكروا وتمخمخوا ازاي هتطلعوا الهري بتاعكم ده. دلوقتي بقت الشائعات حتى الابداع فقدتوه. ليه؟ نحلل بقى اللقمه، يعني شوف انت بتقبض من فين عشان تقف قدامهم كده ما يبقاش شكلك هزق. تيجي تقول لهم يا جماعه، يجي مثلا مديرك يجي يقول لك يوسف هزقك، ها طب ليه؟ لا ما ينفعش نبذل جهد اكبر، نقعد نفكر. طب والله لازم اقول لكم الشائعه يا جماعه عشان بس تشوف المساله واصله لحد فين. قال لك يا جماعه عمال الدليفري عاملين اضراب علشان عاوزين يزودوا فلوسهم. عمال الدليفري عاملين اضراب عشان يزودوا فلوسهم من مين؟ يعني لما يبقى في حد بيشتغل انه بيوصل الطلبات ايا كان نوعها، ايه علاقه ده بانه يضرب عن العمل في وجه الدوله؟ هو مش موظف في الدوله اصلا، يعني مش لازم نقعد نفكر بس شويه كده، يعني حاجه بسيطه، شيء من التفكير. ده الدوله ايه علاقتها بيه؟ فيقول لك ما هو اضراب في واحده من الشركات، حتى لو افترضنا انا مالي. طيب
ثلاثة، هو أنت عارف إن مفيش حاجة اسمها سعر توصيل الطلبات؟ يعني ما بجيش أقول مثلا والله يا عم الدليفري أنت هتاخد مثلا 3 جنيه، مفيش حاجة اسمها كده بالمناسبة. إذا حضرتك بتطلب شيء ما من أي حتة في الدنيا أيا كان المنتج إيه، فبتلاقي مكتوب سعر الحاجة، مثلا أنت طالب بقالة فادي اسعار سعر البقاله، طالب ربع كذا، نص كذا، تمن كذا الى اخره، وفي الاخر خالص بيقول لك ايه توصيل رقم ما، هنفترض انه 10 جنيه. حلو، طيب ال 10 جنيه دي مناصفه ما بين محل البقاله واخويا اللي بيشتغل في توصيل الطلب، فبيبقى 5 و5. حلو كده. إذن هو ما فيش حاجة اسمها ارفعوا لنا السعر، لأنه هو سعر التوصيل علي وعليك، يعني أنا صاحب الشركة، أنا صاحب محل البقالة، أنا صاحب الصيدلية، أنا محل العجلاتي، أيا كان هو السعر ده علي وعليك وليا وليك. فأكبر مصلحة لأي شركة في الدنيا، أي محل، أي كشك، أنه يرفع أجرة التوصيل. هو مش خسران حاجة، هو هياخدها من الزبون اللي زي حالاتي. فلو جه النهاردة قالك والله التوصيل بدل 10 جنيه هنخليه 12، هو كسبان بالمناسبة. فمش هينفع صديقي العزيز عامل الدليفري يروح يعترض يقول له ايه انتوا لازم ترفعوا، انتوا واكلين عرقنا وشقنا، لان هو مصلحته انه يرفع التوصيل بالمناسبة، لانه لو كان ب 10 جنيه فيبقى 5 و5. طب ولو 12 6 و6، يبقى انا كمحل كشركة انا كمان كسبان، انا 100 فل و14. الشائعة بدأت تنتشر على الفيسبوك، دي بالذات ما ينفعش تنتشر، يعني شائعة سكة قوي قوي وتافهة إلى أبعد الحدود. طيب الداخلية في الحاجات اللي زي كده، هنا بتكلم على مسألة بقى لا ده إضراب وناس وفئات وبتاع، فلازم تفهم. فالداخلية عملت إيه؟ بالتأكيد تبينت، أو الأول تتأكد وتفحص وتتبين وتبدأ تشوف هو في الشركة دي فين، ده الشركة دي مكانها في المكان الفلاني، لا احنا هنروح ونشوف الشركة ونقابل مديرها، او اذا كان ده فرع فاحنا هنقابل مدير الفرع. الحقيقة الناس في الداخلية راحوا ما لقوش حاجة خالص، مش اي حاجة، يعني مش مثلا راحوا ولقوا الولاد واقفين هناك وبعدين قدروا ان هم يعملوا تسوية او مصالحة ما بينهم وما بين الشركة، لا هو ما لقوش حاجة. مش مثلا راحوا فالولاد لما شافوا الداخلية موجودة فقالوا خلاص يا جماعة احنا هنروح، لا هم راحوا ما لقوش حاجة خالص. وبطبيعة الحال برضو، هو انت عمرك بتروح اي مطعم في الدنيا او اي محل مأكولات في الدنيا او اي حد بيوصل طلبات للمنتج بتاع، بيوصل الطلبات بتاعته للمنازل او للشركات او الخ الخ الخ، عمرك بتلاقي قدامه فاضي؟ ولا لازم بتلاقي الموتوسيكلات والفيسبات والعجل بتاع اخواتنا عمال الدليفري اللي بيبقوا واقفين طول الوقت علشان خاطر يستلم الطلب اول باول يوصله سيادتك اول باول؟ ما ده طبيعي. تيجي تقولي اصل كان في عمال واقفين، انا ما في لازم في، انا شاب فلوطه، فيجي يقول لك ايه على فكره انا كنت معدي في شارع مش عارف ايه وبعدين شارع بوبوس، وبعدين لقيت فعلا مجموعه من العمال بتاع موظفين الدليفري او عمال الدليفري واقفين بجد، لقيتهم واقفين قدام المطعم. ايه الحدث ده؟ يخرب عقلك انت يا وادي الشقاوه دي. اهلا بحضراتكم. منظومة الشكاوى الحكومية، دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، منورنا ضيف كريم عزيز. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك ويشكر لحضرتك. الحمد لله، شكرا جزيلا. دايما في شكاوى بعضها صحيح وبعضها بيكون مش صحيح، بعضها بيبقى حجمه حقيقي وبعضها بيبقى الحجم بتاعه مبالغ فيه. مظبوط. طيب هبدأ من البداية، او على رأي عبد الحليم حافظ نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من أهمية الموضوع. وزي ما حضرتك تفضلت، ده إقرار للواقع ويعني اعتراف صريح من الحكومة، أو بمعنى أصح من الدولة المصرية،
بأهمية هذه المنطقة وأهمية الارتقاء بيها وتطويرها لمسيرة التطورات الكبيرة اللي حدثت في كل المجالات. فكانت المنطقة دي قبل ما يصدر قرار إنشاء المنظومة بتعمل بموجب قرار لرئيس الجمهورية كان رقم 70 لسنة 81 بينظم عمل مكاتب وإدارات خدمة المواطنين في جميع الجهات الحكومية. وكان وقتها يعني لامسين برضو أهمية التعامل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها. فكان تبعية هذه المكاتب لرئيس الجهة أيا كان بقى الجهة إيه، وزارة يبقى مع الوزير، محافظة يبقى مع المحافظ، هيئة يبقى رئيس الهيئة، وهكذا. اشتغلنا على كده أو ظل هذا الوضع إلى أن وصلنا إلى 2011. 2011 كلنا كنا معايشين الأحداث وحالة الفوران اللي في المجتمع. المواطنين سقف المطالب عالي، التوقعات كمان عند البعض، كان البعض بيغذيها يعلوا سقف المطالب. الاعتصامات كلنا كنا شايفينها، والمظاهرات والتجمعات لشرائح المجتمع المختلفة بمطالب، كانوا بيروحوا ويتجمعوا ويتجمهروا أمام رئاسة مجلس الوزراء. فكل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في هذا الوقت بأنه يمكن عملية الشكاوى، لأن الناس كانت بتيجي بأعداد طبعا مبالغ فيها. والأصعب من كده مش أن كان يتم استقبالهم أو يتجمع طلباتهم أو حد يقابلهم ويسجل، متابعة الكلام ده كانت هتتم إزاي. صحيح. فبدأ التفكير وبدأت إرهاصات ما كانت عملية إدارة الشكاوى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء. تطور الأمر لما وصلنا لأن يبقى فيه بوابة إلكترونية يتم يعني إدارة الشكاوى من خلالها. ثم في 2014 كان وقتها المهندس إبراهيم محلب الله يمسيه بكل خير، كان برضو مدرك أهمية التعامل مع الشكاوى وميكانتها، فقال وقتها نخصص كمان خط ساخن ويبقى مرتبط مع هذه البوابة. حلو. علشان نتلقى وقتها شكاوى موضوعين كانوا بيأرقوا المجتمع وقتها، أنابيب البوتاجاز مدرتها والخناقات اللي عليها وحركة متذكر والناس متذكرة الدنيا كانت عاملة ازاي، والخبز طبعا متذكرين كانت المشاكل اللي كانت في القطاع ده كانت عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي. فبدأنا بداية مبسطة، وإلى أن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكعهدنا بكل التطورات اللي حدثت في مختلف قطاعات الدولة، كان لي رؤية في أن هذه المنطقة من المناطق المهمة جدا والمؤثرة ولا بد أن يحصل ارتقاء في إدارتها. فأصدر سيادته قرار سنة 2017 بإنشاء هذه المنظومة اللي احنا بنقول أنها منظومة عصرية تتلقى وتفحص وتوجه الشكاوى وتقوم بالرد عليها إلكترونية. إذن هنا الفكرة أن أنا ما بقتش محتاج أن المواطن يتحرك بنفسه أو ينتقل أو يتقدم للجهة اللي هي صاحبة الشكوى أو اللي ليه مظلمة أو التماس أو طلب أو أيا كان. فصدر قرار إنشاء المنظومة وبدأت على طول الحكومة في ذلك الوقت، كان برضو يعني الله يمسيه بكل خير ويديله الصحة المهندس شريف إسماعيل وقتها حبيبي رئيسا لمجلس الوزراء، و يعني اهتم بالمنظومة في بدايتها، وبدأنا نشتغل ونتعامل في إجراءات التأسيس، وبدأنا نربط بقى الجهات تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بشأن إنشاء المنظومة وإعادة يعني تشكيل مكاتب أو تنظيم مكاتب إدارات خدمة المواطنين، إلى أن جاء الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي وكلف برئاسة الحكومة. وكان من بداية الموضوعات أو الملفات اللي إداها أولوية كانت منظومة الشكاوى،
وبدأ يشوف قدراتها ويراجع الإمكانيات المتوفرة، وإدى تعليمات صريحة لا بد من مضاعفة قدرات المنظومة لتتواكب مع توجيهات القيادة السياسية. بدأنا نعيد النظر في كل المكونات، البوابة الإلكترونية، الكول سنتر. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك يعني ان الاعداد ضعفت يعني بشكل كبير جدا، وكان توجيهات سيادته قال انا مش هاوز مواطن يتصل بالحكومه ويلاقي خط مشغول او ما يقدرش يوصل شكواه او طلبه، واكيد هيتحط على هولد. يعني بس هي مده الهولد قد ايه؟ ده اللي احنا اشتغلنا عليه حضرتك، وحاولنا قدر الامكان. يعني احنا برضو في كل حاجه زي ما حضرتك ان في تكلفه والعائد طبعا، علشان نحقق ده وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اسراف، فراجعنا المختصين وعملنا ده مع يعني بالتنسيق برضو مع وزاره الاتصالات ومع المصريه للاتصالات كشركه وطنيه، ومع شركه من خلال مصريه للاتصالات، علشان نشوف الساعه المناسبه اللي تحقق ويبقى فيها اقدر اخلق سيرفيس ليفل مظبوط. يعني ما اشتغلش على الاكستريمز او الاطراف، وفي نفس الوقت ما يبقاش في الأوقات الطبيعية زي ما حضرتك قلت هولد وينتظر المواطن كتير. لأن احنا برضو كان من خلال البدايات كنا يعني حللنا وعرفنا ان المواطن بيحب يتعامل من خلال التليفون أكتر من خلال الويب سايت أو من خلال الوسائل الأخرى اللي احنا بدأنا نتوسع فيها. في عندنا حزب التواصل المباشر بالظبط كده، لسه احنا ما خدناش على جو التكنولوجيا المتطورة. يعني يقولك أنا عاوز أكلم حد وأحكي له ويرد عليا، رسائل بتيجي بيبقى يعني مش واثق قوي. اللي حضرتك ذكرته محق فيه، وده جانب. وممكن كمان البعض بيبقى مش قادر لسبب أو لآخر يتعامل بنفسه، يسجل شكواه أو يفتح الويب سايت أو فكنا شغالين على هذا الموضوع بالتوازي بقى مع إجراءات التفعيل الأخرى. وكان دايما المنظومة والتفاعل مع المنظومة على أجندة مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. ويمكن حضراتكم في الإعلام برضو شركاء لينا في رفع الوعي للمواطنين وللجمهور وللرأي العام من خلال البيانات اللي كانت بتصدر عن المجلس والتوجيهات المستمرة والتعليمات اللي يعني إذا جاز لينا أن احنا نقول كانت مشددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، بل بالاهتمام بشكاوى المواطنين. مش بس على فكرة حضرتك اللي بنتلقاها، لا كمان اللي بيتم رصدها وبتبقى متداولة من خلال السوشيال ميديا، من خلال البرامج التلفزيونية المختلفة، من خلال مختلف وسائل الإعلام سواء صحف أو خلافه. طالما إنها مشكلة بتؤرق المواطن وتدخل في نطاق اختصاص الحكومة أو يقدر أي مسؤول على أي مستوى في الحكومة يتعامل معها، فعلى طول بنبدأ التعامل معها. وتم وضع المنظومة الحقيقة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وخضعت المنظومة بقى لمتابعة مستمرة ودعم مستمر، وقدرنا الحمد لله رب العالمين نقطع شوط وصولا لأن بقى فيه تقارير دورية ومؤشرات الأداء بيعتمد عليها. ويمكن حضرتك متابع في سواء في المؤتمر الصحفي الأخير لدولة رئيس مجلس الوزراء أو في مجلس المحافظين في البيان الصادر يعني عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن ما تم رصده سواء من خلال منظومة الشكاوى أو متداول في وسائل الإعلام بشأن كذا وكذا وكذا، إدى سيادته تعليماته وتوجيهاته للمسؤولين بالتفاعل، أي أن الحكومة مدركة أهمية هذه المنظومة كقناة رئيسية من قنوات التواصل مع المواطنين. طيب أنا هنا بقى هيبقى عندي 5 6 7 8 9 10 أسئلة كده. أنا ضد، أو أنا مدرسة الشغل بتاعي مش إن أنا بقى طيب يا دكتور وأقول لنا الترتيب بتاع منذ أن يتقدم المواطن بشكوته إلى أن يتم الحل، الكلام ده ما يهمش المواطن في حاجة، هو اللي يهمه إن المشكلة تتحل. صح. أول سؤال في الحاجات اللي زي كده بيبقى لها مستوى خدمة سيرفيس ليفل. أنا النهاردة يوسف اتكلم مثلا الساعة 10 صباحا على الكول سنتر أو عن طريق الويب سايت أيا كان تقدمت بشكوتي،
إلى أن يتم الرد عليا، مش بتكلم بس على الحل، يتم الرد عليا بأنه شكوتك وصلت. أدي واحد، اتنين متابعة، تلاتة حل أو توجيه. أشكر حضرتك جدا. لا ده أنا اللي شكرت. ده يعني الكلام ده احنا شغالين عليه، لأن احنا قدرنا زي ما قلت لحضرتك كده أن يبقى فيه سيستم أو نظام عمل ودورة عمل محكمة نشتغل عليها، فده بيلبي أو بيحقق الكفاءة. ننتقل بقى للفعالية اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي يهم المواطن فعلا مش أن السيستم حلو أو يا سلام عندنا نظام، لا فعال ولا لا. أيوه. ومستويات الفعالية إيه؟ ده بيتحقق من خلال زي ما حضرتك تفضلت، الشكوى أول ما بيتم تسجيلها بقى خلاص يعني فريق العمل اللي أنا بشرف بالعمل معاه اكتسب من الخبرة اللي تمكنه من أنه يصنف وفقا لأولويات. بمعنى أن لو واحد بيختصم جهة عمله وعنده مشكلة في مثلا تأخر ترقية أو مستحقات متأخرة، يحتمل ان النهاردة الخميس بالليل هو سجل الشكوى، فيعني الدنيا مش هيحصل حاجة لو انتظرنا ليوم الحد او يوم الثلاث او هكذا. غير مواطن بيستغيث بشأن حالة صحية تتطلب تعامل وتدخل سريع، الثواني بتفرق. فانا عندي تصنيف لنوعية الشكوى بالضبط كده، وبقدر ادي يعني يبقى فيه تنبيه لباقي فريق العمل اللي شغال طارق وعاجل وهام بالظبط كده حضرتك. وكمان تصنيف قطاعي، يعني ممكن نبقى في وقت من الاوقات مكلفين بالعمل على ملفات. مثلا تصدت الحكومه في عام 2018 لملف تراكمات القمامه والمخلفات، وده كان وقتها تكليف من دوله رئيس مجلس الوزراء، كان في اكتوبر 2018. اشتغلنا عليه واشتغلنا بمنتهى الجدية، وتفاعلت معانا كل الجهات الحكومية المعنية والمختصة، فكان لازم النوع ده من الشكاوى بديله علامة معينة علشان أقدر فريق العمل المختص يلتقطها بسهولة ويوجهها لجهات الاختصاص ويعمل اللي حضرتك قلت عليه المتابعة لحين الإنجاز. أرجع لسؤال حضرتك علشان أبقى رديت، في شكاوى يتم التعامل معها آنيا ولحظيا زي ما قلت لحضرتك، اللي هي الطارئ والعاجل بالضبط، استغاثات بمختلف أنواعها، الملفات زي ما قلت لحضرتك اللي بنبقى شغالين عليها، يعني مثلا بالتنسيق مع وزارة التضامن كان في أحد الملفات الهامة المواطنين اللي هم بنلاقيهم لسبب أو لآخر حصلت لهم ظروف فيبقوا مش لاقيين مكان، موجودين في الشوارع، فكانت وزارة التضامن بتتكفل بالتعامل مع هذه الحالات وتوفر ليهم الإيواء. ويمكن ده أحد البرامج اللي يعني من وجهة نظر أنا بقى كمواطن وكإنسان مهمة جدا جدا وذات أثر مجتمعي طبعاً كبير جدا طبعاً. ويمكن أدعو السادة المواطنين اللي بيتابعونا دلوقتي يقارنوا حال الشارع المصري في الآونة الأخيرة مع ما قبل، ويمكن من 2011 لكام سنة شكل الشوارع كانت عاملة ازاي وشكل الإشارات كانت عاملة ازاي والناس اللي كانوا بيبقوا متواجدين فيها والناس اللي كانوا بيبقوا نايمين على الأرصفة. يعني أنا ما بقولش إن دلوقتي ممكن يصادفنا، وعلشان كده الوزارة ما زالت شغالة وتتلقى البلاغات، فبيكون احنا زي ما قلت لحضرتك هذه البلاغات ليها أولوية، وفرق العمل اللي على الأرض بتتحرك بشكل مباشر، وفي بعض الأحيان بيبقى الموضوع مركب، يعني مش فريق العمل هينزل ياخد المواطن أو الطفل ينتقل بيه مباشرة، لازم في إجراءات معينة، وفي بعض الأحيان ما يلاقيش معاه أوراق ثبوتية أو إثبات شخصية، وفي بعض الأحيان بيبقى محتاج تدخل جهات وأكتر من جهة. يعني الموضوع زي ما بقول لحضرتك الأولويات بتبقى متنوعة، في بعض الأحيان ممكن قطاعي، في بعض الأحيان ممكن حسب طبيعة الموضوع وبيتم التعامل معه، وفي موضوعات زي ما قلت لحضرتك برضو ممكن بتاخد وقتها وتمشي في الدورة المعتادة
زي ما حضرتك بتقول اللي حضرتك ما حبيتش تقف عندها او تعرف السيستم ماشي ازاي يعني، لكن بنتكلم على الانجاز بالظبط. طيب هنا ده برضه هياخدني على مساله انه بالتاكيد واحنا بنشتغل على منظومه الشكاوى بتاعه الحكومه او بتاعه الدوله، اكيد انا عندي تحليل للشكاوى، يعني الحاجه بتخش هنشتغل على الحل وما الى ذلك، بس كمان انا زي ما بعمل التصنيفات بقعد احلل بقى الداتا اللي جايه لي دي علشان اعرف يا ترى هل ترى الشكاوى الكتير بتيجي من انهي مرفق او من انهي قطاع او باي خصوص، الشكاوى القليله طب ونوعيه الشكاوى دي يا ترى بتبقى بسبب انه امور تحتاج فيما بعد الى تعديلات تشريعيه، ولا هي متعلقه بكفاءه الموظف فيحتاج الى تدريب، ولا هي متعلقه بعدد الموظفين فتحتاج المزيد من الموظفين، يعني في عندنا هذا المركز صح؟ اشكر حضرتك جدا، وكل اللي حضرتك قلته صحيح حلو قوي وبيقابل ما يتم بالفعل، لان اذا نظرنا الى قاعده بيانات بتضم ملايين الشكاوى من ملايين المواطنين بمختلف انواعها، ده من وجهه نظرنا كحكومه وعاء ثري لابد ان يلتفت اليه وياخد حقه من التحليل زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، ويتم الاستفادة من ناتج هذا التحليل. زي ما قلنا ممكن بنحلل هذه الشكاوى جغرافي حلو، وممكن نحلل هذه الشكاوى من وجهة نظر قطاعية وعلى مستوى الخدمات المختلفة ونصيب كل خدمة من هذه الشكاوى والأنواع، زي ما حضرتك ده نتيجة القائمين على الخدمة ولا مستوى إتاحة وجودة الخدمة، ولا اصلا ده الخدمه دي اصلا الناس بتشتكي انها مش متاحه في المنطقه الجغرافيه او في النطاق الجغرافي اللي هي فيه، وبالتالي محتاجين اعاده نظر في ترتيب الاولويات لاتاحه مثل هذه الخدمات اذا كان ده ممكن ومتاح وفقا للخطه ووفقا للموارد وخلافه. إذن بيتم تحليل هذه القاعده، وكمان يعني الحكومة بتبقى الحقيقة ملتزمة واستنت يعني سنة حميدة بتعلن للرأي العام احنا تلقينا شكاوى قد ايه، توزيعها على القطاعات المختلفة، نصيب كل قطاع من هذه الشكاوى اللي تم تلقيها ايه، ثم نصيب الجهات المختصة كمان، يعني ممكن يكون شكوى في هي تصنيفها كهرباء لكن ما تخصش وزارة الكهرباء، تخص المحليات فنصيب الجهات ايه، نسبة الانجاز اللي الجهات كمان بتتفاعل ودي مهمة جدا طبعا، قد ايه كمان بيأثر منها ومتأكدين ان ده بيحصل على رضا المواطن، فبنلمس ده حضرتك لان احنا ما بنقفش عند تنفيذ الشكوى او حل الشكوى او الرد على المواطن سواء الرد ده ايجابي او سلبي، بمعنى ان طلب حضرتك اتحقق او يتعذر لاسباب كذا وكذا، بنشوف كمان المواطن مستوى الرضا عنده عامل ازاي، وده بنقيسه باكتر من طريقه، اولها ان المواطن نفسه متاح ليه ان هو يسجل تعليقه على البوابه الالكترونيه للمنظومه او من خلال الاتصال بالكول سنتر لانه بيتصل يتابع موقف الشكوى بالظبط، يا اما بيعرب عن رضاه يا اما بينقد موقف معين حصل يا اما بيبقى غاضب ومش راضي. وعلى فكره برضو الحقيقه احنا بنتكلم دايما بمنتهى الصراحه، مش دايما كل اللي بيتم حل شكواه بيكون راضي، ومش دايما كل اللي ما تمش الاستجابه لشكواه بيكون غاضب او في موقف. طب اللي اتحلت مشكلته مش راضي ليه؟ اللي اتحلت مشكلته ممكن زي ما حضرتك كنت قلت لي كده سالتني بناخد وقت قد ايه، ممكن يكون شاف ان الجهه اخذت وقت طويل في الاستجابه ما كان ينبغي ان تاخذه، او هو كان لازم اشتكي علشان اخد حقي. انا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه مفهوم. علشان ده كله بيواجهنا طبعا بيجل، وفي اللي بيقول رغم ان احنا يعني قلنا له يتعذر تلبيه الطلب في الوقت الحالي او الاستجابه لشكواك في الوقت الحالي، او حضرتك
يعني حاولنا، لكن الضوابط اللي احنا بنشتغل عليها والمعايير اللي شغالين عليها والقوانين المنظمة وخلافه بتحول دون الاستجابة للي حضرتك سردته في شكواك. فنفاجأ بأنه بيشكرنا لأننا اهتمينا بيه، أولا سمعنا صوته ودخلنا معه في حوار وكلمناه وحاولنا نقنعه أو نقول له كمان حتى لو الموضوع بتاع حضرتك ده مش عندنا كحكومة أو في مسار آخر مع سلطة تشريعية مع سلطة قضائية والمسار يكون إيه، فبيبقى ممتن وبيبقى سعيد. وأشكركم إن أنتوا اهتميتوا وإن يعني هم بيتعاملوا معنا الحقيقة كما لو كان يعني بيتعامل مع مجلس الوزراء، وخاصة إن المنظومة مفتوحة ومتاحة لكل المواطنين على كل المستويات على مستوى الجمهورية، فبيتعامل معنا المواطن اللي في القرية واللي في الحي واللي في المدينة اللي في القاهرة واللي في حلايب وشلاتين واللي في السلوم سواسية وفي أي وقت، فبيبقى سعيد إن الحكومة يعني مدياله الاهتمام طبعا. اللي هو حقه محدش بيمن عليه دي الحقيقة، وده قناعة عندنا. فبقول لحضرتك بيبقى سعيد إن احنا اهتمينا بيه وبيشكر، وزي ما قلت لحضرتك يعني فالتباين الطبيعي شأن الموضوع شأن أي حد النفس البشرية. طب أنا سأذن حضرتك يا دكتور هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل، برضو لدي الكثير من الأسئلة. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن يبقى منها احنا في مصر مش معتدين، المسألة بتاعة تحليل البيانات والمعلومات مش معتدينها في ايه بقى؟ في انه افترضنا انه هذا المرفق او هذه الهيئة او الوزارة او المصلحة الى اخره طلع انها صاحبة النصيب الاعلى من الشكاوى نتيجة قلة الجودة في تقديم الخدمة، الناس دي بعد كده بتزعل، ودي بتبقى حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. بتزعل ليه؟ ده شغل، ده ما يزعلش. احنا بنتكلم على انه انا عايز ارفع دايما من مستوى الكفاءة وجودة الخدمات اللي انا بقدمها للمواطن، ادي كل القصة. فانا مش بشتكيك، انا عاوز الخدمة. طيب وانا كمنظومة شكاوى انا مش بزرك، انا عاوز المستوى بتاعك يبقى احسن واحسن. المفهوم بتاع الزر اللي عندنا ده مفهوم الحقيقة مضحك ويجب علينا ان احنا نتخلى عنه. فاصل ونكمل الكلام. لو كنا نستطيع ان احنا نشتكي التكييف اللي في الاستوديو كنت اشتكيته. طيب خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية في ضيافتنا، ضيف كريم عزيز هام جدا علينا. انا كنت بقول انه بما انه المنظومة فيها تحليل للبيانات والمعلومات وطبيعة الشكاوى وتصنيفها بشكل كمي وبشكل كيفي ونوعي وجغرافي وفئوي وهكذا، في ظني المتواضع انه لسه في ناس بتزعل. يعني لما نيجي نعمل التقرير بتاعنا ونقول انه الشكاوى من هذا المرفق او هذه الجهة هي مثلا نمرة واحد وهنا نمرة اثنين، وده بسبب الجودة وده بسبب عدد الموظفين وده بسبب مثلا عدد الطلبات التي تقدم الى اخره، هل ده احيانا بيثير حفيظة بعض الجهات؟ كان في البداية ممكن ده كان يبقى موجود في البداية في قلق. مع مرور الوقت الحقيقة النظرة اختلفت، والثقافة لدى يعني مختلف الأوساط في الجهاز الإداري للدولة اختلفت أيضا، وانتقلنا لمنطقة أحسن. حلو. لدرجة أن يعني من وقت للتاني ممكن نلاقي بعض من السادة الوزراء حريصين أن هم يراجعوا موقف وزارتهم وتفاعل فريق العمل، ويطمئنوا أن ما يتم عرضه من فريق العمل عنده في الوزارة ويرفعه لمعالي الوزير صحيح ومطابق لما هو موجود عندنا على المنظومة، وكذلك بالنسبة للسادة المحافظين. ما بقاش الموضوع مقلق، مش معناها ان هو لا مبالاة ان في شكوى، لان احنا بقينا عارفين طبيعة الشكاوى. يعني مش بالضرورة ان الشكاوى يعني تشير لإهمال او قصور، صح. في احيان بتبقى يعني في خلقنا نوع من الشراكة ما بين شرائح متنوعة من المواطنين، بأنه هو لما يلاقي حاجة فيها خلل
ممكن تبقى بعيدة عن عين المسؤول أو المختص، لكن هو يقدر يبعت لنا ويقول لنا، وده برضو يصبح المواطن شريك بالضبط. والحقيقة يعني ده بينمي الروح الإيجابية بشكل كبير جدا، وبيعزز الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة بأجهزتها المختلفة، وبيشجع المواطن نفسه أن كل ما لقى أي حاجة، بدل ما كنا بنعدي كده بلا مبالاة على بعض الحاجات ونسيبها وهيعملوا إيه ومش هيعملوا ومحدش هيستجيب، لا دلوقتي بنلاقي حتى في بعض الأحيان بعض المنشورات على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيشيد يا جماعة ده أنا شفت كذا وما كنتش متخيل أو متوقع أن هيبقى فيه استجابة، وحصلت استجابة بالفعل، فيدعو آخرين لأنهم يسلكوا نفس المسلك. فده الحقيقة بيكون يعني بيسعدنا، وزي ما قلت لحضرتك كده بيسعد المسؤولين أيضا، لأن هل في مسؤول يبقى سعيد وهو عارف أن فيه خلل ما يقع في نطاق اختصاصه والناس شايفاه وبتتكلم عليه وهو مش شايفه خلاص. لسبب أو لآخر وهيبقى السؤال الآخر، طيب لو عرفه وفي قدرات متوفرة لمعالجة هذا الخلل، هل هو نتوقع أنه ممكن يتباطأ أو يتكاسل أو يغمض عينيه عنه؟ هيعمل كده ليه؟ الله ينور على حضرتك، وهو ده الوعي اللي احنا شغالين عليه واللي حضرتك شغالين عليه، وتأكيد على أن الحقيقة الأمور ما بتبقاش زي ما البعض بيحب يصدرها ويبقى فيه مغالطات تجاه في الواقع، وده مش بنقوله كلام، ده بنحققه وبنطبقه بالعمل. زي ما قلت لحضرتك كده، في منزل كوبري في فاصل معين في مشكلة، في جزء من سور الكوبري مش عارف ميكروباص صدمه، أو حتى بعض الناس اللي هم خرب وفك حتة لسبب أو لآخر أو عمل كذا، ما مش بالضرورة أن المعني بصيانة هذا الكوبري يكون هيمر عليه دلوقتي أو في خلال يومين، لكن لما بتجيلنا الحاجات دي وبنتنسق مع جهات الاختصاص الواقع بيتغير، وبنبعت للمواطن كمان يعني فرق العمل حتى وهي بتبقى شغالة في الموقع، بنشرك المواطن صاحب الشكوى أو صاحب البلاغ معانا وبنقول له تفضل، وفي بعض الأحيان بيتم النشر والرد على نفس الصفحة، إذا كان مثلا الأستاذ يوسف نشر ده على صفحته وكتب تعليق عليه وحط صورة بنرد وبنتفاعل معاه، وفي بعض الأحيان إحنا اللي بنبادر ونسأل حضرتك طب ممكن تساعدنا بتحديد يعني المكان، يعني في متابعة كمان لصفحات التواصل لو مواطن كتب حاجة فبنروح إحنا متواصلين معاه، بيحصل بالفعل. ويمكن حضرتك لو رجعت الصفحة الرئيسية لمجلس الوزراء على فيسبوك أو المواقع الإلكترونية اللي بيبقى فيها تعليقات أو صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، هتلاقي الحساب الخاص بمنظومة الشكاوى بيتفاعل مع المواطنين، وفي بعض الأحيان كمان بيبقى فيه بعض المغالطات في شكل شكوى، يعني بنتحقق من صحتها وبنتعامل معها وبنوضح حقيقة الموقف بالضبط أو إيه الموضوع. وفي بعض الأحيان كان بيقابلنا ويواجهنا ناس تحط صورة ل يعني أي مشروع أو أي حاجة بيتم تطويرها أو استحداثها في مصر وتبقى منارة، ويقول أنتوا رايحين تعملوا كذا، طب بصوا على المستشفى كذا أو مدرسة كذا اللي متهالكة ومنارة، نمشي ورا الموضوع ممكن نلاقي الموضوع ده فعلا ده كانت المستشفى لكن من 10 سنين أو من 8 سنين أو من 5 سنين، لكن وضعها الحالي غير كده إدارة المستشفى، ولو طلع ان فيها مشكلة هنشتغل عليه. ده بالتأكيد يا فندم، ده بالتأكيد. طب لو فلان كتب ده على صفحته الشخصية، مواطن كتب على الصفحة بتاعته أنا شايف كذا ومش عارف، هل في شكل من أشكال مجموعة أو فريق بيبدأ قدر الإمكان يتابع اللي ما يكتب على السوشيال ميديا وما إلى ذلك ويبدأ يشتغل على التحقق منها ثم التحقيق فيها وبالتالي متابعتها باعتبارها شكوى؟ في زملاء من ضمن فريق العمل بيشتغل على ده، وعلشان أكون صادق مع حضرتك ما نقدرش نغطي كل الصفحات قطعاً وكل المواقع قطعاً، لكن كمان المواطنين بيعملوا حاجة إيجابية جدا بقى دلوقتي، هو بيدخل بيعمل منشن للشكاوى الحكومية
يا سيدي. أو لرئاسة مجلس الوزراء حلو. ورئاسة الجمهورية. حلو. فعلى طول الأدمن بتاع الصفحات زي ما حضرتك عارف هو نفسه ممكن يمنشن الأكاونت بتاع منظومة الشكاوى الحكومية أو شكاوى مجلس الوزراء، نروح على طول نتفاعل ونعلم. وفي مش بس ان هو ممكن يكون بيشتكي او بيقول، البعض ممكن يقول انا ليا شكوى ومحدش رد عليا ومحدش مش سواء هو محق، فبندخل وزملائي يدخلوا يكتبوا التعليق المناسب ويوضحوا اذا كان في رد يقولوا لا الاجراء تم اتخاذ الاجراء المناسب، ويمكن حركة تطلع عليه من خلال الاتصال بالكول سنتر او من خلال الدخول على الصفحه او الاكونت او الحساب الخاص بحضرتك على المنظومه، لكن ما بنفصحش. وفي اللي فعلا بيبقى الموضوع متاخر فبنقول له يعني ان شاء الله جاري متابعه الموضوع. وفيه اللي ما بيبقالوش موضوع اصلا، يعني يدخل يعلق ويقول انتوا لا بتردوا ولا بتفعلوا ده مش جد والكلام اللي حضرتك عارفه، ده غير يعني بيبقى الواد سامي بقى شأن ده الواد سامي يعني شأننا شأن كل المجالات الاخرى والاستهداف اللي بيتم على كل الانشطه والمجالات اللي الدوله شغاله عليها. اللي بيحصل ده بالنسبه لي كان شيء رائع جدا جدا جدا، ما كناش بنتصور انه كان ممكن يحصل لنا من سنين فاتت. هايل انه موجود ونشكركم عليه ونساعدكم فيه قدر الاستطاعة. دائما هتجدوا انه كل ما هو متعلق بالقنوات الخاصة بتلقي ورصد شكاوى المواطنين هنحطها لحضراتكم دايما على الشاشة عندنا في البرنامج وفي غير البرنامج وفي الحلقة وفي غير الحلقة وهكذا. كل الشكر اولا لدكتور طارق رفاعي، نورتنا وشرفتنا يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك ولكل فريق العمل بالمناسبة، واحنا عارفين ان احنا يعني ايه هنتقل عليكم كتير، بس قدها وقدود قدها وقدود. يسعدني وشرفني. اشكرك دكتور. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك في تقديم الشكر لكل زملائي وزميلاتي ومنهم اللي شغال دلوقتي وبيتابعنا وبيتابع الشكاوى ذات الاولاد اللي حضرتك زي ما كنت بتسال صحيح. على مدار ال 24 ساعه اتوجه بالشكر لكل قياداتي الاعزاء اللي يعني بيضعوا المنظومه تحت رعايتهم وبيدوها الاهتمام الكافي، لكل القيادات المستجيبه على مستوى الدوله، لفرق العمل اللي لولاها يعني ما كناش وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا له. وبنعد المواطنين ان احنا بنبذل جهود اكتر في المستقبل ان شاء الله علشان نحسن الاداء ونزود الفعاليه اللي احنا بنتكلم عليها، وعلشان نكون صادقين اذا كنا وصلنا لنسبه معينه فاحنا يعني راضيين نسبيا، لكن ان شاء الله بنستهدف المزيد باذن الله باذن الله. كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور طارق رفاعي رئيس منظومه الشكاوى الحكوميه، كان في ضيافتنا الانيه وسيظل دائما معنا ضيفا عزيزا مكرما حتى ولو في اذهاننا يعني اي حاجه هنبقى نبلغه. انتوا بس اشتكوا وبعدين يحلها حلال. شفت حد في الدنيا قبل كده يقول لك بس انت اشتكي؟ النبي يا شيخ اشتكي لو شفت حاجه بعد اذنك، بس تبقى حاجه ما يبقاش جو الواد سامي. سامي كمال تحديدا، يلا على المشي كده، معلش يا سامي هنعمل فيك ايه بقى. طيب خلصت الحلقه لحد كده، لو كان لنا العمر هنقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، انه ليس يعني بالنسبه لي هبقى في كام يوم كده في سفر ومهمه وعمل ان شاء الله خير يا رب، فنتمنى نرجع لكم بالخير ونلقاكم على خير. هسيبكم خلال الايام الجايه مع زملائي وزميلاتي العزيزات وبرنامجكم التاسعه. سلامات.